إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. في ناس كتير من أهلنا بيعتقدوا إن الأكل الدسم هو اللي بيقوي الواحد على شغله وعلى نشاطه، ولما تيجي تنصحه إن يقلل الدهون في الأكل يرد عليك ويقولك حرام عليك، ده أنا بشقة، أمال هشتغل إزاي؟ في ناس مننا لسه متخيلة إن الدهن مثلاً في الأكل أو السمن الكتير هو اللي بيدي العافية وبيقوي الصحة. في ناس مننا لسه بتقول ده أنا أبويا ولا جدي ما كانش بياكل إلا والحاجة غرقانة في السمن، وكانوا معرفش بيعملوا الدهن سندوتشات، وكان صحتهم زي الفل. يا ترى الفكر المتوارث من قديم الأزل ده صح ولا غلط؟ الحقيقة الفكر المتوارث ده بالتأكيد غلط تماماً ولازم يتغير. لازم نبقى عارفين إن الدهون دي بتتراكم في جدار الشرايين، ومع مرور الوقت هتضيق الشرايين دي، وده هيضر أعضاء كتير في جسمنا زي القلب والمخ والكبد، ودي الأعضاء الرئيسية المسؤولة عن إننا عايشين وبنمارس حياتنا وأكلنا وشربنا ونشاطنا. الأكل الدسم والدهون صحيح لما تاكلهم ممكن ما يحصل لكش مشكلة في وقتها على طول، وما تحسش بإن أي حاجة تعباك ولا حاجة مضايقاك، لكن الدهون دي بتسرق منك عمرك، بتسرق منك عمرك وإنت مش حاسس. الدهون دي مش هتقويك ومش هتساعدك على شغلك. الدهون دي لما تكبر هي اللي هتضعفك، هي اللي هتكون السبب في ضعفك وقلة همتك وقلة نشاطك، لأنها هتضعف قلبك وتضر الكبد وممكن تضر حاجات تانية كتير. صحيح الدهون جسمنا محتاجها، ولكن باعتدال من غير إسراف. ابعد في أكلك عن اللي يضرك، كل اللي يفيدك، كل اللي يحافظ عليك. كتر من الحاجات المفيدة لصحتك اللي مليانة فيتامينات زي الخضروات والفواكه الطازجة، البروتين قليل الدهون علشان تحافظ على قوتك وجسمك بصحة وعافية طول العمر. دمتم بصحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.